دلوقتي هنتعلم كيفية شرح الساعة. لما يبقى العقرب اللي هو الطويل اللي لونه أبيض ده مثلا على 12، يبقى كده، والصغير مثلا على 3، يبقى كده الساعة 3 بالظبط. 4 والكبير على 12 يبقى 4 بالظبط. 5 والكبير على 12 يبقى 5 بالظبط. دلوقتي الساعة كام؟ العقرب الصغير على 5 والطويل داخل على 12، يعني دلوقتي الساعة 5 إلا دقيقتين بالظبط. و مثلا احنا لما العقرب الطويل يبقى على 3 والصغير على 5 او على اي رقم، والطويل يبقى على 3، يبقى و ربع، وهكذا.